الناس برضو لسه في عندها اللي هو ايه، طب انا اخد جرعه معززه ولا ما اخدش؟ إيه الاطفال يسالوا هل احنا نطعم؟ احنا عارفين ان الاطفال بيطعموا من سن 12 دلوقتي طبقا للقرارات الاخيره. طب والكبار يطعموا ولا ما يطعموش؟ طب واللي اتطعم ليه جرعه تعزيزيه ولا لا؟ ونوعيه الجرعه التعزيزيه، يعني ساعات كده فلان يجي يقول ايه، اصل انا كنت عايز اخد الجونسون، لا 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 ده انا عايز اخد الاسترازينيكا، لا 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 ده انا عايز اخد فايزر. هو هنا بقى مهم عندي ان انا اعرف هل المسألة أنا عايز أخد إيه ولا إيه الأصلح لي؟ طيب خليني برضو أقول أنه خلينا نرجع كده للبدايات برضو. هو أول ما طلع التلقيح كنا بنقول أنه الدول بتديه للفئات الأكثر احتياجا. أيوة صح؟ آه. وكانت الفئات الأكثر احتياجا دي هم إيه؟ هم الفئتين، الأطقم الطبية وكبار السن. الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. أيوة. إحنا بقى بنيجي النهاردة تلاقي الناس تقول لك إيه، أصل أنا عندي سكر فمش عايز أقطع، أصل أنا بتعالج بعد شر على كل الناس بعلاج كيماوي فمش عايز أقطع. يا فندم ده هو ده لما اتعمل التطعيم اتعمل عشانكوا أساسا في البداية. بداية الكل التجارب الإكلينيكية لما بدأت في الفئات الأكثر احتياجا، وهم أصحاب الأمراض المزمنة اللي عندهم نقص في الجهاز المناعي، اللي عندهم أورام بعد شر على كل الناس، المراحل السنية المتقدمة، الأكثر عرضة للإصابة وهم الطواقم الطبية. طيب لما الحمد لله بدأنا وودينا لهذه الفئات بدأ يبقى في دراسات إكلينيكية أكثر طبعا، فبدأوا يدوروا على الحوامل والمرضعات. والحمد لله بعد ما دلوقتي بقت ثبتت مأمونية اللقاح للحامل والمرضع بدأوا يدوروا على الفئات السنية اللي كانت وما زالت أقل عرضة للتأثر بشدة المرضى، لكن أنا عايز أزود المناعة المجتمعية فبدأت أنزل بالسن. إذن فالأسئلة اللي الناس بتسألها هو اللي عنده مرض كذا ياخد اللقاح؟ يا فندم الحقيقة أن المانع الوحيد من أخذ اللقاح هو أن يبقى عندك حساسية مفرطة لأحد مكونات اللقاح. غير كده الأمراض لا تمنع من أخذ اللقاح، بل اللقاح في البداية هو بدأ لأصحاب الأمراض المزمنة، بدأ لكبار السن، بدأ للفئات الأكثر تعرضا للإصابة. احنا بدأنا كده، وكلما أمنا الأكثر عرضة والأكثر تأثرا بدأنا نوسع في الدائرة. يجي بقى السؤال اللي بعد كده، هو إيه اللقاح الأحسن؟ والحقيقة إنه ما تقدرش تقول إنه في حكم مطلق كده إنه في لقاح أحسن. هو اللقاح الأحسن هو اللقاح الذي يتوفر لك، لأنه بديل اللقاح هو الإصابة بالكورونا. وما لم يكن هناك توصيات طبية محددة من جهات طبية، مش من الفيسبوك ولا من تويتر ولا من الأصدقاء ولا من الأقرباء، وما لم يكن هناك ما يمنع من لحالة مرضية معينة، فالأصل إنك تاخد ما توفر لك.